طيب انا حكايه كهرباء كترت بحثا طبعا، والكلام اللي هو بالمصري ولا بالدولار وبالجنيه، يعني مش هسالك في السكه دي، بس في راي تاني بقى بيقول لك هي الفلوس بتاعت كهرباء دي اللي دخلت نادي الزمالك، الزمالك هيصرفها في ايه؟ وبدا الناس تتحدث عن شراء لعيبه ويشترون 4 5 لعيبه والفلوس دي نروح نجيب بيها رمضان صبحي. هل الفلوس اللي دخلت نادي الزمالك دي هي فلوس الزمالك هيستخدمها في اللي جاي ولا هيستخدمها في اللي فات؟ لا اصل بص، في حاجه حتى في يعني في وزاره او في الماليه العامه حتى لو هنتكلم اقتصاد او بيزنس، ايوه مفيش حاجه معناها انك تيجي من كذا تصرفها في كذا، لا انت بتيجي بتدخل في ميزانيه بشكل عام، الميزانيه دي عليها التزامات، قد تكون مرتبات عاملين، قد تكون صفقات مره، قد تكون معسكرات يعني او مرتبات لعيبه، مفيش حاجه اسمها انا هيجي لي فلوس من حاجه فدي هروح اجيب بيها صفقات، يعني ده مش شغل مؤسسي خالص. صحيح. فطبعا الزمالك عنده التزامات كبيره وكان في ضغط الفتره اللي فاتت انفاق على الصفقات وعلى رفع القيد ومحاوله التزام بمستحقات اللعيبه وكل ده، فاكيد الضغوط دي بتحتاج بقى ان يبقى في كمان ايرادات معينه تغطيها. لكن بصفه عامه هتصرف في ايه؟ مفيش حد بيعمل كده، يعني ما مش منطقي ان يجي مبلغ يتصرف في حاجه بعينها يعني. صحيح.